خلونا اقول لحضراتكم خبر يمكن عاجل بشكل او باخر له علاقه بالوضع الحالي وله علاقه بالاجازات تحديدا للطلاب استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني الجهود اللي اتخذتها وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني في الايام الماضيه لتطبيق التعليم عن بعد وذلك بعد قرار السيد رئيس الجمهوريه بتعليق الدراسه حمايه لابنائنا الطلاب قال الدكتور طارق شوقي في رسالة مصورة في فيديو اليوم ان جميع قيادات الوزارة بذلت مجهود كبير خلال الاربعة ايام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق التعلم عن بعد والتي استثمرت الوزارة فيها على مدار السنوات الماضية وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليا من تداعيات انتشار فيروس كورونا. أضاف شوقي أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري لمساعدة ابناينا الطلاب على المذاكره تضم مختلف المناهج الدراسيه الكامله لصفوف بدايه من رياض الاطفال كي جي وصولا الى المرحله الثانويه باللغتين العربيه والانجليزيه متاح لجميع الطلاب واولياء الامور والمعلمين الاطلاع عليها من خلال الرابط uh, https://www.study.ekb.eg .ek واكيدا وفروا لحضراتكم تابع ان هذا الموقع يضم محتوى علمي رقمي هائل لكافه المراحل التعليميه فضلا عن استخدام الوسائط المتعدده زي الفيديو والصور والأفلام الوثائقية لشرح الدروس المختلفة فضلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام وكتب موسوعة الفراشة كما يوجد أيضا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد 2.0 و... 2.0 واستدرت أن أبنائنا الطلاب يستطيعون الدخول على المكتبة الإلكترونية من الموبايل أو الكمبيوتر بدون أي عوائق مشيرا إلى أن الوزارة وفرت أيضا بديل آخر وهو القنوات التعليمية واللي ستعمل على بث شرح المناهج على التلفزيون أوضح الوزير أيضا أنه تم توفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة حيث سيكون باستطاعة ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا متواجدين في المدرسة وسيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات أونلاين وذلك عن طريق الرابط www. edmodo.org دو واكيد برضه نوفر لحضراتكم هذا اللينك ووصل انه الايام المقبله ستشهد نشر العديد من الفيديوز التي توضح لابنائنا الطلاب كيفيه استخدام المنصه الالكترونيه في التواصل حيث سيلتقي طلاب او سيتلقى طلاب من المعلمين في الفصل الكود الخاص به للدخول إلى الفصل الافتراضي أونلاين الخاص به لمتابعة التواصل مع معلم الفصل إلكترونيا، وفيما يتعلق بامتحانات الطلاب في نهاية العام أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مرحلة رياض الأطفال كي جي 1 وكي جي 2 والصفين الأول والثاني الابتدائي، حيث يتم تطبيق نظام التعليم الجديد 2.0 سيقوم معلمي هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب. ونطالب اولياء الامور بالتاكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبه الالكترونيه والمنصه والاستفاده من الدليل الالكتروني المنشور بها من الصف الثالث الابتدائي الى الصف الثاني الاعدادي سنوات النقل لن يتم اجراء امتحانات للطلاب في نهايه العام الدراسي الحالي والاكتفاء بعمل بحث أو مشروع لكل مادة على المنصة الإلكترونية وسيكون متاحاً للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث أو المشروع في وقت مدته شهرين من اليوم. بالنسبة للشهادات العامة والدبلومات الفنية هيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة الصفين الأول وثاني الثانوي هيتم تأجيل الاختبار الإلكتروني التجريبي اللي هو بدون درجات والذي كان مقرر عقده يوم 22 مارس يتم ليتم عقده في موعد آخر يوم 5 أبريل 2020 يؤديه الطلاب من المنزل كما سيتم إجراء اختبار تجريبي أيضا وده كمان بدون درجات للصف الثاني آه الثانوي في نفس التوقيت كبروفا أخيرة لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام وسيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول وثاني ثانوي على التابلت من المنزل وسيتم تصحيحه إلكترونيا وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب، أما طلاب الخدمات بالصفين الأول وثاني ثانوي تم توزيع التابلت للطلاب وسيؤدون الامتحان في نهاية العام إلكترونيا. طلاب المنازل بالصفين الاول والثاني ثانوي سيتم تطبيق نظام اعداد المشروعات البحث مثل الطلبه في سنوات النقل اللي هم الاعدادي الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصه الصفين الاول والثاني ثانوي سيتم تطبيق نظام اعداد المشروعات او البحث زي طلبه سنوات النقل او الاعدادي طلاب المصريين في الخارج سيتم استخدام المنصه الالكترونيه والمكتبه الرقميه وسيتم تطبيق نظام المشروعات او البحث وعدم اجراء امتحانات وده نظرا لظروف الدول المقيمين بها في نهاية كلمة الوزير أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا نية لحذف أجزاء من المنهج مطالبا أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب بضرورة الاعتماد على المناهج اللي بتبثها الوزارة عن طريق المكتبة الإلكترونية والمنصة الرقمية وعدم الاعتداد بأي مصدر آخر وده حفاظا على أبنائنا الطلاب.